بالنسبة لي كرأي خاص قرار زياش صائب. كنتمنى تحيد هذه الفجوة هذه اللي ما بين المدرب واللاعبين. انا بالنسبه لي هذا ماشي قرار كرسمي بالنسبه لي كمتتبع وكمشاهد وكرياضي، هذا قرار ماشي رسمي. زياش تيحب المغرب وراه غير يرجع للمغرب، وهذا بصراحه قرار خايب بصراحه، كل شيء تقلق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. صراحه التصريح اللي خرج به زياش مؤخرا في هذيك القناه الاماراتيه على انه اعتزل دوليا، انا تنعتبره تصريح غير في حاله غضب، تصريح ان شاء الله انا تنتمنى من الله سبحانه وتعالى ان زياش غادي يرجع يتراجع على القرار ديالو، لانه جا في واحد المرحله ديال الغضب وبعد الاتهامات، جا بعد الاتهامات اللي اتهموا بها المدرب ديال الناخب الوطني في الندوه الصحفيه الاخيره بانه دار المره الاولى والثانيه والثالثه. فهو ملي شاف هذاك التصريح حاول انه يخرج بذاك التصريح ديالو بانه اعتزل ردا على المدرب الناخب الوطني. ولكن الجماهير المغربيه، احنا المنتخب راه ماشي ديال المدرب ولا ديال واحد من احد المساعدين ديال المدرب، المنتخب ديال الجميع وديال الجمهور المغربي، والجمهور المغربي باغي زياش، وان شاء الله راه غادي يرجع للميادين. وكما خلى المدرب ديال تشيلسي قال لك زياش تيحب المغرب وراه غير يرجع للمغرب. بالنسبه لي كرأي خاص قرار زياش صائب، لان خانه الوطن، ليس كعبد الصمد الزلزولي الذي هو بنفسه خان الوطن. يعني قال عند اعتزاله نظرا لعدم ترتب الامور في المنتخب اعتزل دوليا بصفة نهائية، وهذا أمر غير عادي لجميع المغاربة، لأن تتوتر الأوضاع في المنتخب شيئا فشيئا. لو كان الصلح بين المدرب وزياش سوف يكون أفضل مما الحال عليه الآن. بالنسبة لموضوع زياش كل شيء تأثر عليه، وخصوصا جماهير المنتخب الوطني. كنتمنى أن زياش يرجع في القرار ديالو ويعود المنتخب الوطني، وخا الأمور في الإدارة ديال المنتخب شوية معكسة، وكنتمنى أن زياش يفكر ويزيد يفكر ويفكر في الجماهير ديال المنتخب الوطني ويجي. وهذا بصراحة قرار خايب بصراحة، كل شيء تقلق عليه، وكنتمنى أن زياش يرجع. لان ضروري اي منتخب يعتمد على النجوم ديالو. حنا كنقلبوا على المنتخب ديالنا، ما كنلقاوش النجوم، ما كنلقاوش ابرز ديالهم زياش ولا بلهنده ولا حمد الله تبارك الله، هداف ممتاز. حنا ما كنقصوش من القيمه ديال النصيري ولا من القيمه ديال سامي ماي ولا ريان ماي، هادو كلهم لعابه جيدين، ولكن تبقى للنجوميه دور كبير في المنتخب. كنتمنى تحيد هذه الفجوه هذه اللي ما بين المدرب واللاعبين. انا بالنسبه لي هذا ماشي قرار كرسمي بالنسبه لي كمتتبع وكمشاهد وكرياضي، هذا قرار ماشي رسمي، هذا فقط مجرد اللي غيثير الانتباه للجامعه والناس المسؤولين، غيثير لهم الانتباه. علاش؟ لان غيقول لهم بلي راه كاين انا، يعني لما لعبش انا في كاس افريقيا انا راه موجود، نقدر نلعب في اي مقابله سواء مع الكونغو ذهبا وايابا، نقدر نكون راه انت الاستعدادات ديال المنتخب ديال اللي غيلعب في كاس العالم ان شاء الله.